صباح النور عليكم، جمعة مباركة، الله يدخلها عليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتوا إن شاء الله. اش بغيت نقول لكم اليوم البنات، كيف ما تتشوفوا عندنا الثلج كيطيح وواحد الشكل اللي كتير، فهذا الجو هذا عجبني وقلت غادي نتشارك معكم بعض اللقطات، فغادي نخليكم. مهم ما تنساوش لايك، تفعلوا الجرس وتسجلوا إذا ما كنتوش مسجلين، وبقوا معايا. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالجولة في الثلج. المهم البنات، انا رجعت دابا باش غادي نوجد واحد الطبق اللي هو يا طنجية تاع الكرعين. الجو بارد فغادي نشعل الفاخر، غنخرجوا البالكو حتى تيشعل وغادي نرجع باش نصبوا الكرعين تاعنا. الجو هذا هو الوقت تاعهم. المهم غنحتاج هنايا القزبر، وغادي نحتاج البصلة، عدي الحمص رطبته من قبل، و طنجية فاش غادي نصب، وعندنا هنايا العطرية والكرعين. الكرعين البنات راه كيتباعوا منقيين مصايبين، كيبيعهم القزار موجودين، فأنا غسلتهم مزيان وغادي نصبوهم دابا. غندير عليهم العطرية والبصلة والربيع ونخليهم يتقلاو. غادي ناخذ معلقه ونص تاع تحميره او الفلفل الاحمر، ومعلقه تاع البزار. كيبقى لكم الاختيار على حسب الذوق واش بغيتوهم حارين او لا. ناخذ معلقه هنايا تاع الخرقوم، ومعلقه صغيره تاع الملحه، وهنايا معلقه تاع سكنجبير، وغادي نضيفو شويه تاع الزيت البلديه اولا زيت الزيتون. صافي غادي نقطع القزبر، فهاد الجو النيت تاع باش تاكلوا الكرعين اولا شي طبق اللي يكون سخون بحال هكا. كاينين الاطباق اللي مزيانين فوقيت البرد. غادي ناخذ غير نص الكميه تاع القزبر، وغادي ناخذ البصله حتى هي غادي نشلضها، وغادي نتلاقاو باش نحطوه يتقلى على الفاخر. غادي نصبوهم على الفاخر البنات باش يجيو طايبين معسلين. على الفاخر كيجيو احسن من الغاز.
صافي احنا صايبناهم، غنضيف عليهم كاس تاع الماء باش يتقلاو، والحمص غادي نخليهم حتى يتقلاو، هي اللي غادي نضيف الحمص. لحقاش راه مسلقتوش يعني، يلاه غادي يجي طيب. غادي نخلي الحمص معاهم باش يطيب مزيان حتى هو. الفاخر شعل، غادي نخليهم يتقلاو مزيان ونتلاقاو من بعد. هنا راه ضفت كاس تاع الماء البنات، الماء ضيفوه يكون سخون، ما تضيفوش الماء يكون بارد باش ما يتهرسش لكم الطاجين. ها هما يا كيتقلاو، صافي هنايا غادي نضيف الماء فاش غادي يطيبوا. مهم تبقاو تراقبوهم البنات كل مره لحقاش كينشفوا من الماء. وغادي نضيف عليهم الحمص ونخليهم يطيبوا على خاطرهم على الفاخر. ملي قربوا يطيبوا غنضيف لهم البقيه تاع القزبر. مهم هذه هي طريقتي في اعداد الكرعين، كنتمنى انها تنال الاعجاب تاعكم. باش تعرفوا البنات واش خاص الماء في الطاجين تاعكم او الطنجيه، ديك الزليفه اللي كتكون الفوق راه عندها واحد الدور، كتعمروها بالماء وكتخليوها الى شتوها ما بقاش فيها الماء، يعني راه خاصك تضيفي الماء في الطاجين تاعك. هذيك الزلافه راه عندها دور. المهم هادو هما الكرعين تاعنا كيطيبوا، غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. المهم هذا هو الطبق تاعنا تاع الكرعين، كيجيو لذاد. سلقت معاهم شويه تاع القوق في الماء والملحه. وهنايا هادو هما الكرعين تاعنا، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب تاعكم، كيجيو معسلين ورائعين. وتاع هاد الجو هذا اللي هو ياكل البرد بزاف، غادي نقول لكم بالصحه والراحه وفي فيديو ماجي ان شاء الله.